سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. سيسكو تصدر تحديثات لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تؤثر على نظام إيمرجنسي ريسبوندر، والتي تسمح للمهاجمين عن بعد غير المصادقين بتسجيل الدخول إلى الأنظمة الحساسة لاستخدام بيانات الاعتماد المضمنة في الشفرة البرمجية. وشركة أتلاسيان تصدر إصلاحات لاحتواء ثغرة زيرو دي خطيرة يتم استغلالها بشكل نشط وتؤثر على كفلونس داتا سنتر وسيرفر انستنس التي لها وصول عبر الإنترنت. وثغرة كروس سايت سكريبتينج XSS في مايكروسوفت أوفيس تسمح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية باستخدام جافا سكريبت. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.